السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. حقق فريق الحد لقب بطولة كأس السوبر لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على جري المحرق بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدف لمثله. المحرق تقدم أولا بواسطة اللاعب حمد الدخيل في الدقيقة 71، بينما أدرك علي حرم التعادل في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع. وبهذا نجح الحد في دخول نادي الأبطال لكأس السوبر الذي كان يقتصر على فرق النجمة والمحرق والرفاع الشرقي سابقاً.